بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيدنا ومولانا وقرة عيننا وأعيننا سيدنا محمد، وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الجمع الكريم من عمار هذه الزاوية المباركة وهذا المسجد المبارك في هذه الليلة العطرة المباركة، أحييكم جميعاً بتحية الإسلام. السلام عليكم جميعاً ورحمة الله تعالى وبركاته. الحقيقة أن كل العبارات وكل المعاني تتضاءل وتصغر أمام التعبير عن فرحة هذا العالم بهذا اليوم المبارك. ومهما أوتي الإنسان من بلاغة في العبارة وعن عمق في المعنى فإنه سيكون أصغر بكثير من أن يعبر عن فرحة المؤمنين والمؤمنات بهذا اليوم المبارك، يوم مولد سيدنا رسول الله عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. وإن شعب الجزائر وأمة الإسلام هي أمة سيدنا رسول الله عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. وإن هذا الشعب الأبي الصالح المصلح حينما جاهد ضد الاستعمار الفرنسي أكثر من 130 عام وأعطى من الشهداء ما أعطى، وتخضبت أرض الجزائر كلها بالدماء الطاهرة دماء الشهداء، وبعد أن قدم كل هذا الشيء ونال استقلاله واسترجع سيادته واسترجع أرضه المباركة أرض الجزائر هذه، لم يجد في الوجود شخصا عزيزا عليه يهدي إليه هذه الأرض سوى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الجزائري غداة الاستقلال: يا محمد مبروك عليك، الجزائر رجعت لك. وحقيقة الجزائر رجعت إلى سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، تعظمه وتحييه وتصلي عليه وتسير على نهجه وتقتفي خطاه وتعلي كلمته وتنشر سنته وتبادله حبا بحب وتبادله سلاما بسلام، وتملأ قلوبها وقلوب أبنائها وقلوب بناتها بحب سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا فإن أبناءنا وبناتنا في هذه الليالي المباركة لا يحل لهم إلا أن يقولوا: زادنا به وفرحنا به، زادنا به وفرحنا به. وكأن هذا الشعب يريد أن تكون كل أيامه أيام مولد سيدنا رسول الله عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. ولا شك أن مقام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعظم المقامات البشرية في هذه الأيام المباركة، تمتلئ قلوب المؤمنين المحبين بالفرحة بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال ربنا سبحانه وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. وسيدنا رسول الله والرحمة المهداة
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولهذا فإننا نفرح برحمة الله ونفرح بشوقنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هؤلاء الحاضرين في هذا المجلس وإن مئات الملايين من المسلمين اليوم الذين يزدهون بهذه الليلة المباركة إنما يفعلون ذلك فخراً وفرحاً بشوقهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل واحد منا يتمنى لو أن هذه القرون التي حالت دون أن نلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمنى لو أنها ذابت واضمحلت من أجل أن يكرم الإنسان برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا. ولكن إذا فاتنا هذا في الدنيا فكل واحد منا يرجو من الله عز وجل أن يكون رفيق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآخرة. نفرح بشوقنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكننا في الحقيقة نفرح أكثر بشوق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا، مهما كان شوقنا إليه عظيما ومباركا، ولكن شوق النبي صلى الله عليه وسلم إلينا أعظم وأكبر وأشرف. وأين أي واحد منا من سيدنا المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ قبل 14 قرنا من الزمان أو أكثر من اليوم أرسل إلينا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أشواقه من أعماقه، وأرسل إلينا حبه من قلبه، وأرسل إلينا تحياته التي اخترقت حجب الزمان وتجاوزت حجب المكان. زار النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين الذين سبقوه بالإيمان وحياهم: السلام عليكم أهل دار المؤمنين، أنتم السابقون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وهذا عنوان وفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن سبقه من المؤمنين. ثم أعلن النبي صلى الله عليه وسلم وفاءه وصلته بمن سيلحقه من المؤمنين، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اشتقت لإخواني. قال الصحابة عليهم الرضوان: قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ رانا هنا، نحن هنا. قال: بل أنتم أصحابي. فمن إخوانك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: يرسل إلينا هذه التحية ونحن هنا، ويرسلها إلى الناس عبر التاريخ، ومهما تناءت الأماكن ومهما تباعدت الأزمان أرسل إليهم تلك التحية المباركة. قال لهم: إخواني الذين يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يرون. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأكرم الأعظم الذي اشتاق إلينا قبل أن نشتاق إليه، والذي حيانا قبل أن نحييه، والذي أكرمنا قبل أن نكرمه، والذي أحبنا قبل أن نحبه. ولهذا فإن هذا المجلس الكريم وهذه المجالس الكثيرة التي تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الليلة المباركة، وهذه الأشواق وهذه الأذواق التي تنبع من قلوب المئات من الملايين من المسلمين على وجه المعمورة،
ليست إلا أثراً وليست إلا رجع صدى وليست إلا تفاعلاً مع تلك المحبة التي أرسلها ومع ذلك الفضل السابق الذي كان منه ومع تلك المحبة العميقة التي انطلقت من قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته التي أحبها والتي أكرمها والتي أشفق عليها، حتى إذا ضحى قال هذه عن محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه عن محمد وأمتي محمد صلى الله عليه وسلم. كان يذكر أمته في كل شيء. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام هو حبيب هذه الأمة في هذه الدنيا فهو شفيعها في الآخرة، حينما تقول جميع الخلائق نفسي نفسي، فإن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمتي أمتي. وما كان عليه من أحوال الدنيا ستنعكس على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآخرة. ولهذا فإننا حينما نلتقي في هذا المجمع المبارك في هذه الروضة الإيمانية في هذه النفحات الربانية في هذه الأشواق النبوية إلى سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فينبغي أن نستحضر دائماً بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأسبق، وأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأعمق، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأشوق، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسبق إلى خير أبدا، وأن كل الخير ينبع من فضل سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. أستسمحكم على هذه الكلمات غير المرتبة المبعثرة، ولكنها خواطر أردت أن أتقاسمها مع إخواني، وأرسل سلامي وسلامكم جميعاً إلى حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، والسلام عليكم جميعاً ورحمة الله تعالى وبركاته.